بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الخميس الموافق 12/8/21 تم بحمد الله تحميل عدد 19 طن من لحوم الاضاحي لهذا العام وذلك لتوزيعها على المديريات الاتيه البحيره 3 طن بني سويف 3 طن الفيوم 4 طن اسوان 4 طن جنوب سيناء 2 طن كفر الشيخ 3 طن يتسلمها الساده وكلاء المديريات وكل عام وانتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم اليوم 12 8 2021 المحمل 2 طن من لحوم صكوك الاضاحي متجه لمدره اوقاف جنوب سيناء الان بمشيئه الله حملنا اسوان 4 طن